Faute de frappe. Faute de frappe. اهلا وسهلا منورين الحاضرين والمستمعين والمتفرجين. كيف باش نبدا الموضوع هذايا اليوم يا شباب؟ كان في بالكم كميه الهبال حدنا حد محيطنا وحد حد بوتين والنووي اوكرانيا؟ لا نزيدكم هبال اخر لتعميم البهجه على كوكبنا الجميل وكعبورتنا الارضيه. ماكم تعرفوا كوريا الشماليه فيها كتفل كيم جونغ اون، ان شاء الله ما يكونش يسمع لا يتغشش، اللي يعطس بحذاه يدور عليه وما الى ذلك، نعرفوه الكل. تبقينا واللي يقولوا اللي زوجته هي المراه الوحيده اللي ما تنكدش على رجلها في العالم الكل. والله نشك فيها هذه، والله اعلم منين اللي نشك فيها. هكا مازلت حيه. مازلت حيه ما كمان. مازلت ما نكدتش عليه. فما باز راهي لقات طريقه معينه، ما عليناش مش موضوع. بقينا اشتر لوطاني نتاع شبه الجزيره الكوريه اللي هو كوريا الجنوبيه، اللي هي تطور واللي هي يصنع في التكنولوجيا تلفز وتليفونات وهولوجرام وتكنولوجيا. الاهم من هذا الكل في كوريا الجنوبيه اللي هي بلد مسال. هذا الكل يا سماح ما عادش. جمعتين التالي 9 مارس بالضبط يا ناجي. يون سوك يول من حزب قوة الشعب في كوريا الجنوبية ربح الانتخابات الكورية الجنوبية من وعود سي سوك يون هذايا الانتخابية اللي هو باش يربي كيم جونغ اون. وقال الرئيس الجديد متاع كوريا الجنوبية في أول تصريحاته كي ولا رئيس مستعد لتوجيه ضربة ضد كوريا الشمالية إذ لازم الأمر. وكوريا الشمالية اللي هدد فيها رئيس كوريا الجنوبية الجديد هذايا عندها أكثر من 1000 صاروخ من نوع الكاسح، معناها كلي يوصلوا مداهم من 6700 كيلومتر و 8000 كيلومتر وأكثر حتى ل 12000 كيلومتر. بخلاف النووي نحكيو على بلاد عندها حدود مع روسيا حدود مع الصين وعندها صواريخ ينجموا يوصلوا لأمريكا وصواريخ زادة ينجموا يذيعوا في الهواء كما كل مدة. كنت تذكر صاروخ الصيني اللي قاعد يدور كلي حاوس حاوس اللي حاوس حاوس من بعد نعرفش من بعد قلق روح معناها. المهم حبوا بعضكم وان شاء الله نخلطوا نعملوا كالمركز العالمي لفنون الخط اللي حب عليه سيد الرئيس قبل ما تفسد القاعده في الكوكب. معناها تقول ان شاء الله ربي يحيينا لنخلطوا على ماتش روتور تونس ومالي مع الدزه هذه. مو هكا يا سيد الوزير؟ انا ك 12 واحد من 12 مليون تونسي اللي قلبنا مع الفريق الوطني لازم نكون حاضر توا وحاضر ان شاء الله قدره ربي نهار الترشح ونهار 29 قلبنا مع الفريق الوطني. بالطبيعة قلبنا مع الفريق الوطني. ما ناوي تشجع مالي وانت وزير رياضة في تونس؟ معناها اما علاش 35000 بركة توا الجمهور كهو علاش سيد الوزير 35000 فقط؟ راهو كان ثم ريس كانوا حتى 35 ما نظنهمش وال 35000 راهو يعتبروا هما 100% ما نحسبوش على 60000 نحسبوا على اقل على 45700. والله يا ناجي نعرفك مغروم بالمواقع المهمه كيف استاد رادس لا يهز 45000. دخلت لسيت او ستاديوم هذا يشوفوه السيت الموقع اللي لاهي بالبنيه التحتيه نتاع استادات في العالم نلقاه حاطط في الماكيت نتاع باش نقول برت رادس استاد رادس اللي هو يهز 60000 اما 50000 45700 يا اخي شرب استاد رادس هو بعد 25 جويليا ضيقوا فيه بالك طيحوا له بدوتاي كما الكوستيوم نتاع سي لاين خريطون تايا ما عليناش الفايده باش يتعدى الماتش في الوطنيه على الاقل. اما كسبه باش نتفرجوا في ماتش كوره في التلفزه الوطنيه في بالي يلزمها بحيم هذي. والقرار هذايا بتاع انه العوده للبث التلفزي هو قرار راهو مشترك فهمتني بين التلفزه ووزاره الماليه ووزاره الشباب والرياضه يعني. الاطراف هذه الكل هي اللي تكتلت باش البث التلفزي يعني يعمل كوفرتور. اطراف تكتلت على ماتش كوره وزاره الماليه وزاره الرياضه دخلوا باش نتفرجوا في ماتش ومن وقتاش يا ناجي نسمعوا بوزارة المالية في علاقة بماتش كورة في التلفزة الوطنية؟ معناها وزارة المالية اش عندكم اليوم؟ والله عندنا صندوق النقد وعندنا ماتش تونس ومالي وعندنا اجتماع مع الديوان هكا معناها ولات فلوس تنابر شرينا بهم ماتش كورة يا ناجي ولا بالك فلوس الرادارات هذوما عديتهم زي نيز. فوت دو فراب. فوت دو فراب.